مرحبا، معاكم زينب كرم ميك اب ارتست. اليوم عندنا ميك اب توتوريال مع بوتيكات، تابعوا معانا وان شاء الله راح يعجبكم الميك اب اللي راح نسويه. اول خطوه حق الميك اب ننظفها، نستخدم برودكت من كلارنس، هو ميك اب لوشن ينظف لنا كل البقايا المترسبه بالبشره. ستيب 2 راح نحط دبل سيرم من كلارنس حق البشره، هو الاساس البيسك. راح نستخدم الباليت ميك اب فور ايفر الجبار، هذا الباليت لازم عندكم في كل بيت، لازم هذا الباليت يكون موجود. راح نستخدم فاونديشن ميك اب فور ايفر كبيسك حق الوجه. راح نستخدم درجتين من ميك اب فور ايفر حق الكونسيلر، الدرجه تكون شويه غامجه، درجه تنوير. نستخدم اليوم باليت ميك اب فور ايفر البلاشر الكريمي مع الكونتور. راح نثبت الحاجب جل انستازيا، راح نثبت تحت العين حوالين الشفايف ميك اب فور ايفر 2.1 البنانة. راح نثبت البلاشر باليت لورا مارسيا المفضل عندي. راح نستخدم باليت انستازيا حق الكونتور. توب هايلايت بالعالم اوفرا، راح نستخدمها على هايلايت البشره. نستخدم اليوم باليت اسماء البريك بالتعاون مع كحل كوزمتيك، الباليت نار. قلم ايلاينر من شيسيدو ممتاز حق مدمع العين والبنات اللي يحبون دائما يسوون بوز مقدمة العين. خلصنا توتوريال مع شيماء، ان شاء الله يكون عجبكم اللوك. طبعا كل البرودكتس اللي استخدمناهم موجودين في بوتيكي، في بوتيك شيماء.